وصلنا لمحطتنا التالية سمر، رح نروح فيها لعالم الأسرة وهي اللبنة الأساسية في بناء مجتمع سليم ومعافى. اليوم رح نتعرف على أهم المعايير الصحيحة يلي بتساعدنا أنه نعيش نمط اجتماعي صحيح وسليم أيضا ومعافى ضمن الأسرة. صرنا نرحب بضيفتنا خبيرة التدريب مريم العيسى. يسعد صباحك مريم. صباح، أهلا وسهلا فيك حبيبتي. صباح النور. يسعد صباحك مريم وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بالبداية كمان جمعة مباركة حبيبتي. قديش يوم الجمعة مهم لكل العائلة، قديش بيقوي العلاقة بين أفراد العائلة وقت العائلة كلها تجتمع، إما على فطور يوم الجمعة أو غدا يوم الجمعة أو يعملوا أي مشوار بيوم الجمعة. خلينا نحكي عن أهمية يوم الجمعة بالنسبة لأفراد العائلة وتقوية العلاقة بيناتهم. تمام. هلا لأنه نحن غالبا كل الوقت كثرة المسؤوليات والمهمات وكثرة يعني الام عنده شغل والاب عنده شغل وكذا، فهو فرصه مثل ما عم تحكي انت انه نحن نجتمع بهذا اليوم نقعد. ومن المره الماضيه حكينا بانه نحن لازم واحدة من اهم القصص اللي اليوم عم ندور عليها انه الاسره تلاقي مكان او تلاقي وقت وتلاقي زمان تجتمع فيه. فاخترنا انه او حكينا عن اهميه انه نختار وقت لو كان وجبه واحده، وجبه تحديدا يكونوا عم ياكلوا وياخذوا ويعطوا فيها. فما في اجمل من يوم الجمعه، وبالذات نحن عندنا طقوس معينه يعني يوم الجمعه والفول والاكل والكذا، فكتير مهم وناكد عليه لانه هاي المهمات اللي عم تصير خلال الاسبوع تقريبا العائله ما عم تجتمع، تقريبا عم يقعدوا يعني ناس بتنام وناس بتفيق، ناس بتروح وناس بترجع. فلازم خلينا نقول ننتهز هي الفرصه يوم الجمعه بالذات، وما نطلع بمعنى انه نروح زياره لعند حدا، لا، يا نقعد نحن مع بعضنا كعائلة. لأنه نحن حتى لما عم نروح زيارة لعند حدا عم نروح، فما عم نكون سوا كعائلة، ما عم نقعد نحن كعائلة أفراد عائلة مع بعض. إذا بدنا نطلع بنطلع مشوار، لكن نطلع مشوار نحن مع بعضنا، ما نروح زيارة لعند حدا، لأنه مثل ما قلت لك ما عاد عنده هذا المجال لحتى نقعد ونجتمع كتير سوا، فنستغل هذا اليوم بهي الطريقة يعني. نعم، يعني مريم ايضا بنلاحظ كثير من هيك الاهل بيصروا انه يجمعوا العائله مثل ما حكيتي على الفطور على الغداء. يمكن حكيتي مره ضمن لقاءاتنا انه يمكن بالاجتماع على الطعام بصير في الفه وتبادل الحديث. قد ايه مهم ايضا هذا الموضوع مثل ما حكيت لك. نحن كثير احيانا بتلاحظي الاولاد والاهل، من ملاحظات الاهل بتعرفي دائما بتلاقي الاهل بيقولوا انه ما لقيت تحكي الا بدك تفتح لنا مواضيع وبدك تفتح لنا حديث على الاكل ونحن عم ناكل. ما لازم، لا، خلينا نحكي وخلينا يحكي الولد ويسرد، لانه الولد من اول ما بفوت على البيت ببلش يقول لك ماما انا صار معي هيك صار معي هيك صار معي هيك صار، فهو نعم. حابب ينقل لك الصوره، حابب يشوف رايك، حابب سواء الام او الاب. فانا لما بقعد ويكون في مجال انه معلش ناكل نحن ونستمتع بالاكل وبنفس الوقت نسمع بعض نحكي بعض، ليش عم نقول هذا الكلام؟ لانه نحن ما عم نجتمع، حتى لما عم نكون ضمن الاسره وضمن البيت الواحد عم تلاقي كل واحد عايش بعالمه، فانا بدي اجمعهم نجيبهم لعالمي مشان يكون لنا عالم مشترك اللي هو هي الأسرة. لازم يكون فيها يعني مثل ما بيقولوا قواسم مشتركة أو أشياء تجمعنا مع بعضنا. فأنا لما بستغل هي الوجبة اللي هي اللي ربع ساعة أو نص ساعة قاعدين مع بعض، أنا أحكي وهن يحكوا، بصير في هي الروابط بين بعضنا. إذا أنا طوال النهار نحن كل واحد منا بيعايش بهذا العالم، إمتى بدي أجمعهم ويكونوا نحن سوا؟ فأنا بدي حطة مثل نوع من المعايير اللي حكينا عنها المرة الماضية. واحد من معاييري لما بيقول لك إنه بيردوا ما بيردوا لا، أنا لما بحط معيار معين أنا اللي ما بسمح انه هذا المعيار يتغير فما حدا رح يغير لي، لهيك انا لازم يكون عندي هذا قاعده ثابته وما بتتغير ابدا. اكيد. بس مو كل العائلات نظام حياتهم واحد. صحيح. مو كلياتنا بنعيش نفس روتين الحياه. صحيح. مين طيب بيحدد المعايير الصحيحه للحياه الصحيحه لكل عائله برايك؟ شوفي، هلا نحن ما رح نخليها نجزئها مين اب او ام او لا، هو رح نرجع للاب والام، لكن المعايير اليوم بتنحط للاسره، مو بس الاسره بتحطها، يعني نحن بنحط معايير. وخليني نوضح أكثر للعالم إنه المعيار بمعنى خليني أقول القيمة، هي القيم اللي بتنحط، ما بتنحط لأنه ما بحطها أنا لحالي ولا الأب لحاله ولا الأولاد. أول شيء نحن ممكن تنحط معاييرنا بدون ما ننتبه بناء على المجتمع اللي نحن عايشين فيه. يعني أنا ما فيني يكون أنا بقول أنا عايشة ضمن بيئة معينة بتقاليد معينة وشروط معينة واجي انا اطلع عن هاي البيئة لانه انا ما بتناسبني. دائما بتلاقي هذا الشخص مستبعد. نعم. يعني الاشخاص اللي هنا غرباء ببيئة معينة، فالبيئة كمان بتساعد او بتلعب دور المجتمع اللي حوالي على اني انا شو المعايير اللي بحطها، كيف انا بدي. يعني تخيلي شخص مثلا هو بده يسهر او يعمل اي شيء بالليل والحي حواليه او الناس اللي حواليه هن اشخاص بيناموا، هن اشخاص عندهم وقت معين، عندهم نظام، لا هو بده يمشي مع نظام الناس اللي حواليه. لهيك بقول لك هي بتشارك بجزئية كتير كبيرة من المعايير اللي احنا بنحطها. بعدين
على مستوى الأسرة كلياتنا كأفراد إذا كنا بوعي لازم نحن، أنا لما بقول دائما تركوا مساحة من الحرية للناس لأولادنا إنهم يحكوا وإنهم يعبروا عن الأشياء اللي بدهم إياها. أنا كمان من خلال متطلبات أولادي، من خلال يعني أنا لما بيكون عندي بيئة أو أسرة، هي الأسرة فيها شخص عنده متطلبات خاصة أو ذوي احتياجات خاصة أو عنده شيء، أنا بدي أحط معايير الأسرة تقريبا تلائم هذا الشخص. نعم صح. لهيك أنا عم قلك البيئة، الظرف اللي أنت فيه، أفراد الأسرة كيف نحن عايشين وشو هي اللي بتفرض علينا أحيانا نحن كيف بنحط معاييرنا، بالإضافة طبعا للمعايير الأساسية اللي بنحطها بتحط الأسرة ك يعني خليني أقول لك تعاملنا مع بعض، تعاوننا، المشاركة بين بعض، المساندة، الدعم، الانتماء. هي دائما أنا بأكد عليها، موضوع الانتماء يبدأ من الأسرة. صحيح. يعني أنا لما بيكون عندي شعور بانتماء إلى هي العائلة، دائما المراهقين اليوم بيشتكوا إنه هي الكلمة المشهورة تبع ما حدا بيحس فيني وما حدا بيفهمني ومنين بتجي، بتجي لأنه أنا في فجوة بيني وبين أولادي أولا. نعم. فالانتماء يعني، والولد كمان اللي بيطلع بيقول لك أنا ما فيني، أنا لازم أروح عند أهلي، لازم أرجع. نعم. هذا الشيء اللي أنا زرعته فيه فكرة الانتماء تزرع أول شيء عندي بالبيت. صحيح. بعدين بتتطور بتطلع لبرا وبتشكل بعدين قاعدة كتير أساسية للبلد كله، أنه أنا انتمائي لوين ولمين. 100% مريم. يعني كتير بنشوف أيضا خلافات عائلية أحيانا مو ضروري بيكونوا بقلب البيت، خلافات عائلية بتمتد للخال للخالة للعم طبعاً. للعمة. يعني في ثقافة حتى بأنه الأم بتقول له لزوجها أنه شوف أهلك، ونفس الشيء، فهذا كل شيء قدام الأبناء، فأيضا بيزرعوا عندهم هون ثقافة أنه عدم محبة القرايبين. يعني بيطلعوا الخلافات مع الأهل والأولاد بيطلعوا بالعكس بيكرهوا قرايبينهم أكثر من أهلهم. فقد ايه كمان أنه مهم حفاظ على خصوصية معينة ضمن البيت، ومثل ما بنعرف أصلاً الولد هو ناقل لأي حديث بيتم، يعني ممكن يروح عند سته ويقول أنه أنا أمي قالت أنه هي ما بتحب فلان أو صارت هاي القصة بتصير كتير بتصير. فبيوقعوا هون الأهل بإحراج، وهون أيضاً منلاقي الأبناء شوي مهزوزين بعلاقاتهم بين أقربائهم. أدي كمان نحن بنقول دائماً بيجينا أشخاص بيشتكوا أنه مثلاً أنا دائماً بحس أنه فلان ما بيحبني، بقول له مين بيقول لك، مين قال لك هذا الشيء؟ ما بعرف. لا لا لا، بيقول ما بعرف. هو غالبا لما بيكون كبير بيقول لك ما بعرف، هو بيكون متبني فكره اللي انت عم تقوليها. انا براقب الولد دائما، وكل مره بنعيدها وكل مره بنكررها، الولد والطفل بيتعلم بالنمذجه، بالنموذج اللي قدامه، بالصور. فهو عم بيشوف صور معينه، عم ينتقل له كلام معين، هذا الكلام بيصير عنده على شكل اول شيء بيكون صور، بعدين بيتخزن، بعدين بيطلع بمفاهيم. هذا الولد بيطلع بمفاهيم انه انا ما فلان ما بيحبني او العالم ما بتحبني مثلا. ليه؟ مين قال لك؟ بيقول لك ما بعرف، ما بيحبني، او 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 عماتي ما بيحبونا. نعم. او خالاتي ما بيحبونا. مين قال لك هذا الكلام؟ بتلاقيه هو ما بيعرف، لكن هو متبني الفكره. لهيك نحن ننتبه الاشياء اللي عم نزرعها. في حدا سالني قال لي انه نحن كيف بدنا نعلم هذا الولد انه يحب؟ فقلت له حبه، يعني انت بدك تكون العامل بانه انا حبه وفرجيه هذا هو الحب. فرجيه كيف؟ مو بالكلام، فرجيه بالفعل، اني انا بحبه، اني انا سنده، اني انا بدعمه، اني انا واقف بظهره. فرجيه هي القصص، يشوفها بشكل عملي بدون ما تقوله للولد. يعني دائما بقول لهم، بيقولوا لي كيف بدي اعلم ابني يقول يسلموا، كيف بدي اعلم ابني يقول شكرا؟ دائما بتلاقي هذا المشهد تبع الام اللي عم تنكش ابنها، قول يسلموا، قول شكرا. فهي شغله كثير بسيطه انه انا اقول لابني شكرا، انا قال له اعطيني كاس مي، يجيب لي كاس مي، قال له شكرا، قال له يسلموا. بتلاقي الولد لحاله بدون ما انت تقولي له قول لحاله، هو خلص تبناها مثل ما بنقول اشترى الفكره. فنحن الاشياء والقيم والمعتقدات يلي بدنا الاولاد ونشوفها نحن من وجهه نظر انها صحيحه وبتبني بنيه نفسيه منيحه، من من بنسلكها بنتصرفها نحن، فالولد بياخذها وبيتبناها. وهي الفكره تبع الاقارب والكذا، اذا الولد تعافى منا من موضوع اهله فبيلاقيها بالناس اللي حواليه بالمجتمع، دائما نعم. بيحكوا عن الموضوع. فنحن كمان نطلع شوي لبرا الاسره، انه المجتمع كله بيحكي وبياكد على فكره انه الاقارب ما نون مناح والاقارب سيئين والاقارب، بدنا نخفف هذا الكلام ونوقف عنده ونشوف الجهه الثانيه انه لا، في اقارب يعني كثير بجننوا وكثير مناح وهن سند وهن دعم وهن كذا. دائما بنسلط الضوء على الشيء السلبي
بس الفكرة انه انا انقل تركيزي للمكان المنيح يعني بالعالم. بس يعني اذا كان هو بعمر معين ممكن يحس او ينتبه اذا الشخص بحبه او لا، يعني نحن بمرحلة عمرية صحيح. مثلا سالي يمكن من نظرة تعرفي هذا الشخص بحبك، هذا الشخص بيتمنى لك الخير، هذا الشخص لا، سواء كان من العائلة ولا اكيد من برا العائلة او من الاصدقاء. خلينا نحكي كمان على قصة كتير مهمة. من زمان كان في عنا قدسية كتير كبيرة للعائلة، هلا حتى بالمناسبات عنا او بالقصص بتلاقي مثلا الشخص عم بيعزم رفقاته، الاصدقاء بس عم بيكونوا متواجدين وعم بيعزل عائلته شوي. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، ليش ما عاد في يعني مثل زمان انه اهم شيء كان عنا الاولويه للعائله، هلا هذا الموضوع عم بيتراجع، شو السبب برايك؟ تتراجع هي القصص لانه مثل ما قلت لك زادت الفجوات، زاد البعد، زادت المسافات، زادت البعد والمسافه النفسيه، صار في فجوة كتير كبيرة. في جيل انتقل من مكان لمكان لما دخلت السوشيال ميديا اللي إنه ما بدنا نحكي عنها، ودخلت التكنولوجيا والتطور، فهي هذا البعد اللي صار. فصار فعلا في شيء حقيقي. لك الأجيال اللي قبل التكنولوجيا كانت إلى حد ما فيها ترابط وتشابه، صحيح. يعني في تشابه بين إنه العيال والقدسية واليوم الجمعة ويوم السيران كل، لكن لما اجت هي التطور واللي بعدت هذا الجيل عن الجيل السابق، فصار يحس انه انتم ما عم تفهموني وانا ما بفهمكم. طب مين بيفهمني؟ انت لما عم تقولي ليش بيعزم رفقاته، ومو كل رفقاته بيعزم اشخاص حدا معين، واشخاص هو الشخص اللي بيلاقي حاله معهم. لهيك ليش بقول دائما انه نحن مع كعائلة كأب وام لازم اولادنا يلاقونا نحن معهم، يعني نحن نروح لعندهم، يعني نحن نروح للمحببات اللي عندهم، للتفضيلات اللي عندهم ونجيبهم لعنا. انا ما فيني اروح لعند شخص وافرض عليه يجي لعندي، تمام، ولقيمي ولمبادئي، وانا بعرف انه في مسافه زمنيه بيني وبينه، وتعا انت لعندي، صح، لانه انا ابوك او لانه انا امك. ما بيجي شكليا، لكن ظاهريا بيروح بيعزم رفقاته وبيعيش الجو اللي بده اياه مع رفقاته. فانا بدي اروح لعنده، هو شو بفضل شو بحب، بروح لعنده انا وبتناقش انا وياه شوي شوي، بجيبه للمكان اللي انا بدي اياه. نعم. ما فيني افرض عليه. لهيك نحن بنحب دائما وبنعزم وبنقعد وبنتواجد بالاماكن اللي فيها الناس اللي بنحبها والناس اللي بنعنا شعور انه بيفهمونا وبيشعروا فينا. فأنا أولى اليوم بأسرتي أزرع هاي الأشياء، أني أنا خلي الولد أو البنت أو نحن نكون هذا المكان المريح، يعني نحن نكون المكان المريح للولاد. صحيح. يعني مريم دائما نحن من خلال مواضيعنا بنسلط الضوء على شغلات هيك عن جد يمكن كتار ما ينتبهوا لها، ولكن هي الأساسية. صحيح. ببناء الشخصية للطفل وحتى للمراهق. أيضا منشوف يمكن التربية اللي تربوها الأهل بتأثر على أولادهم، أو أحيانا منشوف لا هن فاصلين فصل تام أنه بدهم يعوضوا أولادهم الشيء اللي كانوا فاقدينه. نحن كتير منشوف أنه أب وأم كانوا متصلقين، الولد وقت تزوج أو صار عنده عائلة صار عنده مثل ردة فعل أنه لا نحن ما لازم نترك بعض، لأنه هو عانى من التفكك القديم. قد ايه حلو يكون في ردة فعل إيجابية ومو سلبية، يعني ما يعيد التاريخ نفسه اللي مثلا هو ربي فيه أو السلبيات أو الظروف اللي كانت محيطة فيه. شوف هي القصة بدها وعي وبدها معالجة. يعني أنا لما بروح بتكون ردة فعلي تجاه أزمة نفسية أنا مرقت فيها، هي فعل متعلق بحياتي كلياتها، فهي مشكلة. أنا لما بكون عندي هذا الوعي اللازم على أنه أنا عندي مشكلة، وننتبه يعني كل الأهالي بيعرفوا اليوم أنه حالة الانفصال بتسبب أزمات نفسية كتير كبيرة للأولاد حتى لو ما بين عليهم، فهنا بيخزنوها وبتبين بعدين مثل ما قلتي برد فعلهم على الحياة تجاه الحياة. فهدول الأطفال كلياتهم بدون أي استثناءات لازم يتم الحوار معهم والأخذ والعطاء لحتى نوصل للنقطة الأساسية ونعالجها، لحتى ما تكون عندي ردة فعل مثل ما عم تقولي. أنا ممكن هذا الولد يكون بحاجة للانفصال لما بيتزوج أكثر من أبو أمه 100%، لكن ما بينفصل لأنه أنا ما بدي أعمل مثل ما عمل أبي أمي ويصير في أو يصير بولادي مثل ما صار فيني. فالعلاج يعني الفكرة هي أنه أنا كل الأشخاص يلي بيعانوا من أزمات مهما تعددت كلنا الأسماء، متعرض. لكن أنه أزمة الانفصال بالذات دائما بحكيها وبقولها انه لليوم بيجيني اشخاص كبار بالعمر، شو ابي وامي انفصلوا، فانا عندي ازمه نفسيه، فانا بالتالي كذا، فانا كثير عم تسبب مشكله. لهيك دائما نكون عندنا وعي انه هدول الاولاد اللي تعرضوا لانفصال يروحوا لعند اخصائيين يشوفوا هدول الاولاد ويعالجون قبل ما يكبروا ويتزوجوا، لانه حكما رح يروحوا للاكستريم خليني اقول لك بالردود الفعل.
تمام. هلا مثل ما حكيتي الاب والام ممكن ينفصلوا، الاولاد هن بعمر كتير صغير، طيب هدول الاولاد كيف ممكن نوعيهم على فكره الانفصال؟ في منهم بيصير معهم عقده نفسيه، في منهم بيعيشوا حياتهم طبيعيه بس بنفس الوقت الا ما يحسوا عندهم نقص يعني بشيء معين. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. في موضوع تاني كمان مهم، حتى الصداقة بهالوقت مختلفة عن صداقة زمان. صح. يعني بهالوقت يعني قد مثلا ما كان مثلا عندك رفيقة بتحبيها أو كذا وفاتت على بيتك وعاشت معك وقت منيح يعني وعاشت وتعرفتيها على عائلتك وحياتك، إلا ما عم تغدر فيكي بهذا الوقت. كثير عم نسمع والله عملت فيني هذا الفصل وأنا يعني انصدمت منها. حتى ليش الصداقة مختلفة؟ ليش معايير الصداقة ما عادت مثل زمان؟ هلا أنا عندي رفقات من 16 سنة لهلا، هدول بلاقيهم الأصدقاء الحقيقيين، أما هلا كثير قليلة تلاقي واحد أو اثنين حقيقي. شو السبب؟ أنا بقول لك السبب بأنه تعددت الخيارات. يعني اليوم قبل كانت الخيارات محدودة، كانت الصداقات لا تتعدى المدرسة، البيت، الجيران. منين بدي أجيب أنا أصدقاء؟ صح، الخيارات كانت محدوده، فنحن بنحافظ على الخيارات هي، وبالتالي والقيم اختلفت، القيم كلها اختلفت. لما اليوم تعددت الخيارات انا امتى بستغني عن خيار معين؟ لانه في عندي خيارات كثير. امتى ممكن انا هلا موضوع الخيانه والغدر يعني خلينا نقول نبحثه بمكان اخر، لكن خلينا نحكي عن انه ليش اختلفت، ليش انا صار سهل اني استغني عن الرفيق؟ ليش؟ لانه مثل ما قلت لك انا صار في عندي خيارات كثير، هي واحد. شغله ثانيه، القيم اللي مزروعة فيني. شفتي لما حكينا من تربية. شوي شفتي لما حكينا شوي الأهل بهذا خليني أقول الفاصل اللي بين قبل التكنولوجيا وبعد التكنولوجيا، هدول اللي ربوا هذا الجيل هن كانت المفاتيح معهم، أو المفروض كان هن الوعي عندهم. صح. بأنه ينتبهوا هذا الجيل اختلف كليا، وبدنا نقول 3-4 أجيال يعني اختلف صار في اختلاف، فكانت المفاتيح عندهم مفاتيح انه نحن نكون واعيين. وطبعا ما فينا نلومهم لانه مثل ما قلتي من شوي هن كمان تمت تربيتهم، ودائما السابقون ربوا وهن تربوا من قبل ناس اخرين. فكثرت الخيارات بالنسبه لنا، صارت الفرص اكثر، صارت اليوم انت قديش عندك رفقات؟ نعم عندك اصدقاء بالجامعه وبالبيت وبالجيران، السوشيال ميديا، الفيسبوك، فصار في خيارات كثير. فانا بروح بصير بنتقي، بصير انه انا هلا مثل ما قلتي خيارات وصدقه كثير كثير عنا، الواحد يعرف ينتقي هو الاشخاص الصح اللي بيشبهوا بحياتهم. بس مرجعنا كلياتنا لعائلتنا، للمنشا تبعنا، المنشا الصحيح، كيف التربيه تبعنا اكيد حتكون هي بتأثر على حياتنا الشخصية والعامة أكيد. شكرا لك. شكرا لمعلومات. بدنا نشكرك مريم العيسى. يمكن هذا عنوان موضوعنا الحلقات الجاية، أنا الصداقة يمكن والاكتفاء. أنا دائما بقول اكتفوا بصديق واحد بيغنيكم عن جيش كامل من الأصدقاء. تمام، شكرا لوجودك معنا.